شمال ويمين يمين طالت بينا ليال. ايه مانيش عارفه وين كانت مخبيه هذه المصيبه. راني معاها راني نصبر فيها. ايه ياك على بالكم يمت فينا كريم وخرجوها من السبيطار. انا سلمت وليدي. شراك يا خالتي؟ انا ما قدرتش معاها ما قدرتش. شوف انت كيفاش تقدر تقنع. انا واش كاين؟ عينيك ليك هضر معاها. ميما واش كاين غير خير؟ بنتي تخرج من عندي. ميما راهي متزوجه لازم نخرجوها مع راجلها من دار بابات فؤاد. راني نقول لك بنتي تخرج من عندي ما تروحش تتحددها دار باباك. واش دار باباك؟ ما تخرج من عنده. مادا بيا ننسى كلش اللي داروني. بنتي تخرج من داري. من عاد الدار يوسرتها بنتي ما ننساهاش. تموت تاع يوسرى ما ننساهاش. تخرج منا للجبانه. اك تسمع بابا واش نقول؟ باباك ما يقول لي والو يا وليدي. واش نقول ويتبعني؟ بزاف بزاف عليك يا اختي بزاف. يا اختي شوفوا الى يعبوني رغبوني يا ناس. واش ما طلبت والو بدي تخرج من عندي. كيفاش راح نقنع بابا فؤاد؟ كيفاش نقول بابا؟ ما يقولوا لك والو. انت تعرفوا بابك. واش نقول يتبعني؟ اي ماي عندي طالب ليك وخفت ما يعجبكش. انا بعد موت وليدي يا وليدي حتى شي ما بقى يحلالي في الدنيا ولا يرضي. عمي كريم على بالك بلي يسرى كانت عزيزة بزاف على يما وطلبت لي يما باش ندو يسرى لدارها قبل ما ندوها للخبر. حتى انا وليدي كان عزيز عليا بزاف ومدى بيا الدار اللي تزوج منها منها يروح للخبر. الاختيار يعود ليك. واش راح ندير انا؟ على كل حال العائله كلها راهي في الدار تستنى فيهم. واش راح نقولهم؟ راح لدار يما تزوجته؟ على كل حال يا وليدي احنا ما نديوش الذنوب. ماذا بينا نجمعهم حتى في الممات كما جمعهم ربي في الحياه. أنا الشيء اللي نقدر نوصيه هو نديوها لبيت يماك ومن تم نديوها للمقبرة. أعطيك الصحة أعطيك الصحة وربي يعطيك الصبر. ربي يعطينا الصبر كله. إن الله غفور رحيم. بشفعني. على بالك ماشي من الحليب كاع الميت.
يا وليدي فهمني، يسرى خلاص ماتت ما زيش نشوفها، شكون اللي كان يجي حل عليا الباب؟ ياك هي تجي كل صباح تجيني، فهمني يا وليدي. يسرى ماتت ربي يرحمها، ربي يعطينا صبر. بصح انت تاني خمي على صحتك. يا وليدي اعطيني العقل، هذه كبدتي شويت. بصح بصح يا نجد عنده الحق كريم، خلاص بركات. خالتي روح نقعد شويه في الصالون. ايه روح كريم دوك نجيبها ونجي. روح بليدي روح يا نجد يا اختي، اطلبي لهم الرحمه. وش راكي ديري في روحك؟ راكي تعذبي فينا كامل، وقولي الحمد لله اللي مازال كريم. خير خالتي. لاباس وليدي؟ واش راكي لاباس؟ لاباس يا عايشة. خير؟ لاباس. واش عمك؟ لاباس الله يسلمك. يا وليدي واش هذه القضية كامل؟ حنا عرضناك للعشاء ماشي باش تجيب عشاك معاك. ها ما كيما لو خالتي، الحمد لله حنا قادرين. وزيد رانا عائلة وحدة، ها؟ كيما هنا كيما الدار، كيف كيف؟ الله يسرك يا وليدي ويكثر خيرك. روح روح ريح شوية مع سليم. راه راسه ما هزوش من الكتب نتاعو. صح. أمل راهي في الكوزينة، نعيط لك عليها. لا 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 خليها تكمل الشغل. ها شوف سليم والولاد. صحة وليدي. أمال راهو جا فاتح. أنا سليم. بس خير. صحة ياسين. واش راك؟ بس دي غايبة؟ راك مع الامتحانات؟ آه. ثلاث أيام مالا؟ ثلاث أيام. مليح. كاش نهار سليم كي تخلص الامتحانات إن شاء الله نخرجوا نحوسوا. إن شاء الله. رايك دار؟ ياسين تاني ويحفظ. لا تعرفي يا بنتي هذا هو الرجل اللي قبيك، فاتح وليد فاميلة وظريف وفاهم. والله يا بنتي غير عطاك ربي على قد قلبك، ربي يكمل ان شاء الله. وهذا وش جابو درك ياك؟ مازال الحال حتى العشاء مازال ما وجدتش. علاه حبيتيه من الباب للطابله؟ سامي سامي واش بيك طحت؟ كنت نضربو بهذيك الطابله طاحت. يا سامي شحال من مره كنت مطيحش فوق الطابله هاك طيحت؟ واش صرا؟ اروح هاي قعد كون راح نجيب لك شويه ما بارد ونجي. أروح سامي أنا أروح. شو؟ شو في راسك؟
تحت. نورا نورا هاني عارفه واش راح تقول. ما بي والو، طاح من ميدا، ماشي حاجه كبيره. هادي ماشي حاجه كبيره، جبهته من فخا تقولي لي ما بيه والو. يا كريم، ولاد كامل يلعبوا ويطيحوا، الميدا ماشي عاليه، كون كش ما صرا له ما راهش يلعب لاباس بيه. وانتي بي كنتي كي طاحت؟ وين راح نكون؟ كنت نطيب في العشاء في الكوزينه. يا نورا، شحال من خطره نقول لك عسي الاولاد مليح. كيفاش تحب نخلي شغلي نهار كامل وقدم قبلتهم؟ خلي الاولاد كامل يلعبوا ويطيحوا. ما طيبي ما تغسلي، عسي الاولاد برك. دوك انا فهمني واش نكون، يماهم ولا لا نوغيست نتاعهم، ولا حبيت تقول مرت باباهم اللي ما تحبهمش، تحب غير بنتها. بزاف كريم بزاف، لكن خليني ديما غريبه على الاولاد، هما راهم مولفوني ويعاملوني كيما يماهم. انت ما تشوف فيها كي مرت باباهم. بزاف بزاف. خلينا نترك يا حمبابا، نروح سلام. وين راك مديه؟ ندير عند طبيب يبعد كشما بير، وانا نخليوه هكذا. ما بيه والو، حتى هو نصاب لي طاح، وكان كشما جات الحاله غاف كنت انا بديتو طبيب، لا ما نستناك. تعرفني عمري ما حسيت خويا، بصح المرة هذه الأمر يختلف. عندي مشاريع راح نديرهم فيها. مشاريع؟ حبي يقول مرديك انت ونغبنو هو ولا واش؟ لا بصح احنا الكبير، هو عنده عائلة وحق. انت قلنا تشتغلها كبير. صح، المفروض الدار ترجع للكبير. ايه ترجع للكبير ولا ترجع للصغير، بصح انا اللي نقعد نغبن، ما عرفتش كاش ندير لهاد الفيلا. مالا قولي نخلوها فارغه. تقعد فارغه ولا نكريها ولا نبيعها، وانتوما اللي حاب يدير دارو يدير تاويل لعمرو كيما درت التاويل لعمري انا. بصح ما تنساش بلي راهي على اسمي، وما عينيش نبيعها ولا نكريها. على اسمك، انا كتبت الدار عليك باش يوم من الايام تقول لي راهي على اسمك. حبي يقولين ما بتجبنيش الحال. ماشي قصدي. ها واش هو قصدك؟ مالها؟ لازم نلقاو حل. حل اللي يرديك؟ حل اللي يردينا كل، يرديني انا ويردي كمال. بصح كمال وليدك ليامات هادو مانيش فاهمه، من شفني راه يبدل الطريق. مش نفع عليا، نفد ريفو. علاه؟ مانيش عارف. شكون يحرش فيه؟ مانيش عارف. بصح نقول لك، إذا كان كشما عنده هنا، يبيضها، ونشوف واش تسوى. أحسن تخليني ندير مخطأ.
طاح. درك شوية يقول لي إلى عين نمدها نمدها. نبى نمدها. مدها الكاميرا اللي حبيت. مدها لغيره. بصح أنا عندي حسابات عليها. سمعتي بماك تهضر على الزواج يا بنتي؟ مانيش ضد الزواج. لا خص الزواج بناتي. الجرحة ديال اليسرى مازال ما انغلقتش. حتى انا مانيش ناوية ندير العرس قبل ما يدور عليها العام. هي برك اللي تخطط وحدها وماشي قصدها باش تجرحك. ياك تعرفها مقلقة. راي خايفك شما يسرى يفسخوا الخطوبة. راي حبت لي كيديني اليوم قبل غدوة. ديري واش يظهر لك يا بنتي. تعرف يا بابا العزيز ما عرفوش يخرج عليا. اختي يسرى مازال ما درش عليها العام. هاني نسمع فيكم واش راكم تهضروا. عمر كامل وانا نستنى وقت نزوج دليله بنتي واليوم راكم تقولوا لي ما ديروا والو. وحاجة كبيرة مالها ديريها في لوراسي ولا في الهيلتان ولا وانا احسبت موت يسرى ما غابتناش. لكن اللي في القلب في القلب واللي مات الله يرحمه ما يرجعوه مال ما يرجعوه رجال. وعلاش ما تسناش الاخر يدور العام؟ نسناو يدور العام. خلي يدوروا عامين. خلي العام 2000. الغدره معاك بعد المرات ما تفيدش ما تفيدش. بالكفاره وصيام العام يا عرس بنتي غير نديرو ويبقى على كل لسان. نجيب الزرناديه نجيب الالي الديسك جوكي باش نشف في عدياني اللي كانوا حاسبين تبقى دايره في داري. هاني نشوف فيك مقلقه. كل مره يدير لي هكذا يجيبني معاه وخليني نستنى على خاطر خطات على خطرتي يرفدني من الجامعه يديني باش نفطر. نقول لك صح لا خرجت عليا يديني غير لي ريستوران دو لوكس. صحة فيك. الله يخليك. وش يجيك؟ هو خويا. خوك. وش اسمك الله؟ انا ليندا. وانتيا؟ امال متشرفين. عيفات خير. عيفات خير ليندا. الله يخليك. عندك بزاف وانتي تخدمي عند سي كريم؟ عندي بزاف. انا لا سكرتير نتاعو. متشرفين. تسكني بعد شوية ولا بعيد؟ جوست اكوتي. ديكا. درك ما يطولش ويكمل. مادا بيا. بخير بابا. بابا بابا. كمال. هيا بابي رح تقعد عندي. عندي كلمة ولازمك معك. على بالك أنا قريب توصلني للقبر. بابا بعيد الشر. وعلاش بعيد الشر؟ ما علم بعيد الشر. عييت نخمم الليل والنهار. بصح ما فهمتكش يا وليدي المعاملة ديالك مع أخوك. كمال ما نقدرش نسامحو على الشي اللي داروا فينا يا بابا. الله غالب. كيف يا بابا عجبك حكايتنا؟ راهي في الجورنال الناس كامل تلقاها فيها. الناس في نظرهم من العائلة كامل راهي مسؤولة على الجريمة هذه. كان على الأقل تعرف قدام الناس كامل باللي هو المسؤول الوحيد على هذه الجريمة. قدام الناس خاطر درك وليت أنا عايش للناس عايش للجيران. يوصلوا درك نقتلو خوك؟ دار غلطه تعرف بالغلطه ديالو جاب السلعه ما لازموش يجيبها. اطلب السماح اخلاص بينا وصلنا عليه.
الحمديه كي مازال كهنا. خوك نجيب نصير قواغط ما داهمش معاه للمكتب ويحتاجهم اليوم ليل كامل وهو يوجد فيهم، والصبح خرج مزروب ونساه. اوليدي تعيش اديهم له في طريقك. ما يديهم لوش يا مخلوق، نساهم يولي يديهم هكذا مره اخرى ما ينساهمش. انا قلت لكم وانتم ما ديروا واش تحبوا، بالك وبرك العشيه تقولوا باللي ما قلت لكمش. انا راسي فرطاس فرطاس. ايوا شنو درك هذا ولا الناس بعد انا جيب انا. اللي راهو زعفان ما يكبش زعفو في انا، يروح يجيب له ربي من جهه اخرى. يا ربي كيف ندير معاكم يا ربي، كرهت حياتي انا والله، غير كرهت حياتي. كيفاش نبقاو احنا في هذه الحاله هذه؟ هكذا يا سي كمال، حبت تنتقم مني، حبت توصل للحبس. تقلبك معمر عليا وانا نقول خويا مازالو صغير مازالو ما يعرفش، بس نأكد لك يا كمال، نأكد لك يا كمال يا خويا، نأكدها لك بلي قبل ما تتعشى بيا نفطر بيك. روح وانت ماكش راضي علي. راك عارف الشيء اللي يخليني نرضى عليك، غير هني روحك بابا خلاص نحاول. حاول وسامح يا وليدي. وتفضل رقد أو راقد. إحقى كمال إما كاين معولة عندها مدة هي توجد في العرس، واش مبقلاوة واش مزيريات. بس حنقولك الصح، أنا مانيش حابة نحضر العرس، وخالتي نجت في هذيك الحالة. يسرى عندها عام اللي ماتت، وخالتك نجات ما حبش تغير حالتها تتغير ولا تحسن. زيد مسكينة دليلة عندها الحق تفرح بعرسها، ها والدنيا هذي تكمل وهذا مكان، باش انو نجات لازم تبدل وخلاص. كمال راني خايفة عليها بزاف، حالتها مش عجبتني. صح حالتها والله غير ما تعجب، مسكينة راه يتصرف واحد التصرف غير معقول، صورتي مع الطفلة هذيك منال. لازم نشوفوا لها حل برك، لو كان نقول لها نديوك للطبيب. كمال هبلت، لو كانت تسمعك دير حالة، راني نعرفها. مسكينة المرأة هذيك ما نعرفش راه مخبي لها المكتوب.